اتدرب في البيت. جميل. لازم نتدرب. يعني من احلى الحاجات اللي ممكن تعملها انت انك تلبس لبسك اللي حتتكلم فيه بكره وتوقف قدام المرايه وتخاطب المرايه. هذا حل يا دكتور. تدريب. كل حاجه تعلمناها بتدريب، تعلمنا نمشي، تعلمنا الاكل، تعلمنا القياده للسياره، كلها بالتدريب. نعم. استاذك دكتور معنا ام عبد الرحمن. عبد الرحمن تفضلي. ام عبد الرحمن. الو. تفضل اختكم عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. السلام عليكم. الو. اختي عبد الرحمن تسمعينا؟ ماني سامعه، ماني سامعه الصوت عن طريق الهاتف ولكن عن طريق التلفزيون. تفضلي سؤالك. عندنا فقدنا اتصال مع عبد الرحمن. اذا دكتور، هل هناك ايضا طريقه اخرى في تجعل الشخص يستطيع أن يحاول، يستطيع أن يتكلم أمام الجموع؟ والله يا أخي بالتدريب، لازم نتدرب. يعني تخيل نفسك أنت أول ما بدأت كمحاور سويت تدريب؟ لا بالتأكيد، عشان نبدأ. شايف؟ بالتدريب. في ناس كثير بتيجي تقول لك والله أنا أخاف أصلي أئمة الناس، وأحيانا أجي المسجد وأشوف الصلاة منتهية أرجع. ليش؟ كان أخاف يحطوني إمام. طب انت تدربت قبل ما توقف امام؟ صليت في الغرفه عندك في بيتك؟ صليت في الغرفه ورفعت صوتك؟ اجهرت بصوتك؟ اتدربت؟ قال لا. طب ايش رايك تتدرب؟ هتظبط الصلاه. شايف؟ هي كل حاجه بالتدريب. اذا دكتور، الخوف هل هو مزروع مثلا منذ الصغر؟ او انه ممكن ان تكون هناك ان يكون الخوف في 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 منتصف العمر؟ الخوف مزروع. تتذكر زمان لما يقول لك امنا الغوله؟ لا. يخوف الأطفال بالحكاية هذه أمنا الغولة، وهي ما موجودة، وهي ما هي موجودة، بس خافوا من الأطفال. شايف؟ زرعوا فيه. ها؟ ولما يطفوا النور وسووا أصوات أخوانه أكبر منه يخافوا، زرعوا فيه الخوف ولا لا؟ إذا البداية من الأسرة دكتور. بالتأكيد من الأسرة. بالتأكيد من الأسرة. إذا النصائح للأسرة يا دكتور. النصائح للأسرة يعني لازم يكون في إشراف. الأم تلعب دور كبير بين لما تشوف الأولاد بيلعبوا في إيش؟ إيش أساليب لعبهم؟ نعم. وكمان في الليل يعني ما تطفي الغرفه مثلا الظلام، تخليها او تخلي الممر مولع عشان اذا الطفل صحي حيلاقي نور. بالتاكيد. استاذنك ايضا معنا اتصال من اختم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل اختم عبد الله. لو سمحت بكلم الدكتور. تفضلي. والله انا عندي عقد من الاسانسير، يعني ما اقدر ادخل فيه، ولا يعني مره عقدتي شديده منه. نعم. لا شكرا لك اختي. الظاهر علشان يعني برضه له سبب، وانا صغيره اكيد انقفلت علي غرفه وقعدت فتره طويله فيها. لا تسمعي الاجابه. شكرا لك اختي عبد الله. نعم. اذا هي عندها الخوف من الاماكن الضيقه. اذا اعطت السبب يا دكتور. اعطتنا السبب. لا كانت في غرفه انقفل عليها مثلا غرفه، شايف، وحست انها ايش؟ محاصره. فبعد كده بنفس الفكره المصعد نفس الحكايه هذه، بس لا تنسى انه هذه الحكايه كانت وهي صغيره، الآن هي كبرت. مزروعة يا دكتور. مزروعة هي، بس نقدر باستطاعتنا ان نشيلها. يعني لو في البداية مثلا ايش؟ لو دخلنا معاها الأسانسير، هيا شوفي هات يدك نحن نخش مع بعض سوا. بالتدريج، التدريب بالتدريج. أو دخلنا مثلا الخزانة حقة البيت. هيا شوفي احنا في المخزن. تعالي خلينا نخش المخزن وصكي الباب. ايش اللي حيصير؟ احنا واقفين كويس، ما في حاجة. مرة في مرة، طيب تعال نخش، هنطلع واحد دور، هنطلع دورين، وهكذا. بس كمان برضو ارجع اقول لك الاسترخاء، لان هي حتخش متوترة، فدخولها في المصعد حيزيد توتر. نسترخي، ولما نحس بتوتر ممكن ايش؟ تسترخي وهي واقفة بإذن الله تعالى، ما عندها مشكلة. الخوف من الاماكن الضيقة دكتور. الخوف من الاماكن الضيقة يفكرك بالقبر أو كتمة. إذا دكتور، كل شيء تخاف منه له مدلول. له مدلول. نعم. تقدر تقول له مدلول. ما هو مدلول؟ زي الخوف من الأماكن المفتوحة. نعم. في ناس تخاف من الأماكن المفتوحة. الضياع، إنه ضاع مرة. في البر مثلاً. في البر مثلاً، أو ضاع وهو صغير من أهله. شايف؟ لقى نفسه إيش؟ في منطقة مفتوحة ما عارف فين أهله. فالاسترخاء بيساعد كثير. لما بترتبك أنت هو ايش؟ الفوبيا، ايش معنى كلمة فوبيا؟ شايف؟ لو رجعنا للأصل حاجة، هي الخوف من الخوف، أنا خايف إني أخاف. لا. عشان كده ما هعمل، عشان كده ما هركب.
لانه انا عارف نفسي اني اذا ركبت المصعد هذا حخاف، فانا خايف اني اخاف. جميل دكتور، من الممكن ان نعالج هذه العقده منذ بدايتها؟ مثلا لدى احد من الاشخاص ابن، ومثلا خلينا نقول انه سكر على الباب مثلا، نعم، وحس بان هناك بدات فيه عقده اغلاق الباب، من الممكن ان يعالجها بنفس الوقت مثلا وتنتهي هذه العقده؟ اذا ولده اشتكى من هنا المشكله وهو لاحظ عليه، انا اعطيك احلى من كده. تذكر جاني واحد اب معاه ولده، قال لي ولدي يتبول الا ارادي، تبول الا ارادي. لما سوينا له التحليل النفسي، وجدنا انه الطفل كرهان المدرسه حقته. طيب قلت له ويتعذر يتعذر شايف، فقلت له ايش؟ غير المدرسه هذه، غير المدرسه. كان فتره صيف، فلما قال له حنغير المدرسه خلاص، ففي هذه الاثناء في فتره الصيف بطل يتبول، تكرم شايف. الاب استسهل فراح مدخله نفس المدرسه، فرجعت المشكله، فاتصل بي قال لي بيتبول. قلت له انت غيرت المدرسه؟ قال لي لا. قلت له طيب وبعدين؟ قال يعني لازم اغير المدرسه؟ قلت له عندك الدليل اهو. نعم، طول فترة الصيف وانت وعدوا انك حتغير المدرسة وقف. نعم، رجعته نفس المدرسة، رجعت العقدة مرة ثانية، رجعت الخوف من المدرس، خوفه من اصحابه. جميل، رجع يتبول. نعم. ايضا معنا الاخت مرهف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي اخت مرهف. اتكلم الدكتور. اتفضلي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. انا عندي عقدة نفسية، يعني اذا رحت دكتورة الاسنان فلا عندي سبب يعني خليني اخاف. يعني ما عندي شيء يعني مثل لما افكر زي كذا، بس اخاف من كلامهم، يعني اذا صاروا يعني اجانب غير مفهوم كلامهم زي كذا، فاخاف احس بخوف يعني شديد مره. نعم واضح، شكرا لك اخت مرهف. طيب هو الخوف من الاسنان من طبيب الاسنان وارد، لانه الم للجميع للجميع، بس هي بتقول لك ايش؟ انا ما افهم على كلامهم خصوصا اذا كانوا اجانب. طيب اخذ معايا احد يترجم، هذا واحد. اثنين، الان اختلف البنج، حتى وابره البنج اختلفت كثير، في حاجه بيسموها البنج الموضعي. لا، بيحطوه وبعدين ايش بيروحوا ايش ضاربين الابره. هي يمكن بتخاف من حكايه الحفر، لما يكون واحد الاسنان المسوس فيروح يحفر 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 في الاسنان، الالم هذا. الدكتور الشاطر ممكن يديها بنج وانتهت المشكله، شايف؟ بس برضو ارجع اقول لك الاسترخاء، لانه الانسان يروح متوتر وغرفه الطبيب الاسنان كمان بتوتر، ويحطك على السرير كده ويفرضك والانوار والاجهزه حقتهم بتوتر. ما شاء الله والابره ما شاء الله يعني مش صغيره. لا 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 انا اختلفت الابره الجديده اختلفت. نعم نستاذنك دكتور. معنا الاخ رشاد من المدينه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل. مساء الخير استاذي. مساء النور. ممكن تسمع الدكتور؟ اتفضل. اقول لك استاذ، عندي مشكله انا لما اكون جالس لحالي في البر او خط سريع او في اي مكان يجيني زي خوف وقلق، بس حبيت تشوف المشكله هذه الفتره. من متى هذه معك؟ هذه والله من فتره طويله يا معي. من فتره طويله. تقدر ترجع فيها في اللي ورا كده وتشوف ايش 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 اللي حصل؟ والله يا دكتور خوف من حاجه معينه ولا بس انك انت في البر؟ يكون في البر او في البيت. في البيت كمان؟ حتى في البيت يكون في الحالي في غرفه يعني جالس لحالي وما عندي احد في البيت، اسمع اي صوت في البيت يطيح حاجه اي شيء يجوني خوف. واضح، شكرا لك رشاد. اسمع الاجابه الان. الخوف من العزله طبعا، على البر منطقه فاضيه كده طبعا، بالتاكيد حيخاف ما مع احد. هو يخاف انه يجلس، تلاقيه هو صغير قاعد لحاله في البيت. نعم، اتوقع حاجه زي كده يعني، نبغى ندرس الحاله اكثر، بس وهو صغير كان يسيبوا لحاله في البيت كثير. ما هو الحل دكتور بصوره سريعه؟ الحل بنرجع برضه للاسترخاء، ونرجع عن طريق التنويم، نشوف متى جاته اول مره وكيف حسبته ونغير المفهوم فيها. جميل. اذا دكتور، هناك العديد من يعاني من العقد النفسيه، نريد ملخص بسيط ونصائح تقدمها للساده المشاهدين. الوالدين اهم حاجه، الوالدين كيف نربي اطفالنا صح. لا، مهم جدا جدا. لا 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 لا. الوالدين هذول اذا عرفوا يربوا الاطفال صح، كل كلمه بيقولوها لاولادهم لها معنى عندهم. في انا اعرف زي مثلا سيدات من يقول لك، تقول لبنتها ما احبك خلاص روحي عني ما احبك، ايش بتقول لها؟ انت مرفوضه. تخيل
الحكاية هذه. نعم. شايف زي ما قلنا حكايات الفاشل، يا فاشل يا فاشل. جميل. إذا احنا نتشكر للدكتور زهير حسن خشيم، استشاري علاقات أسرية ومعالج بالتنويم الإيحائي، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا. إذا مشاهدينا الكرام انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم إن شاء الله في يوم الأحد القادم بإذن الله في برنامج الحاسة السادسة.